كل واحد كيغنى في الشكل، كل واحد يعني مثلا حاجتي فكريني لا غنات خديجه مرقوم ماشي هي اللي غنى الزروني وماشي هي اللي غادي تغنى عايده وماشي هي اللي غتغنى مثلا سهام مسفيويه، كاين اختلاف. اذا علاش ما تكونش لاحظه موحده بحال الملحون؟ الملحون الشمعه هي الشمعه، فاطمه هي فاطمه، كيف غنى هذا كيف غنى، او الاندلسي شمس العسيه راه هي شمس العسيه، ما غاديش كل واحد غادي يدير شمس الفجر ولا شمس الظهر ولا شمس العسيه كتغنى على لا ما كتعجبنيش وما كاينش اجتهاد تما كاين. لا عصام خرج على ديك خرج على ديك حاجتي فكريني، رغم احترامي له وله صوت جميل، ولكن في هذه القضيه ديال حاجتي فكريني يعني بكل صراحه تكرفس عليها، ما تكرفس عليها، ما كاينش لا لحن ولا حتى اللحن، هو حرف اللحن ثانيا وماشي جد، راه يعني حق له يقتبس ولكن ما لا يحق له ان يتكرفس او يختلس، فرق مزيان تقتبس العين. كاين واحد مطرب اخر ما عرفتش سميتو اللي غناو الشاويه وكواتني ودارت ما بيا، هذيك إيه الى حد ما خلى المقطع هو خز هذه مقاطع اخرى ممكن، ولكن شد قطعه وهي يعني متوارثه القرون او عشرات السنين وتاخذها وتعوج لها ذاك، انا اعتقد مع احترامي له هو حر يدير اللي بغى، ولكن راه ما كاينش ابداع تما، كاين فقط كما قال واحد الاخ الشاب كيناخذوا واحد الفراغمون واحد المقيطة من عيطة مشهورة وركب عليه باش يدير الطوب ولا شنو ولا يجلب الرأي ديال الشباب وصافي، ترى ما كاينش إبداع.